إطلاق منصة إلكترونية لاقتناء الكتب المدرسية تسمح لأولياء التلاميذ بدفع مستحقات الكتب عبر البطاقة الذهبية، هو ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية خلال ملتقى الكتاب الرقمي والدفع الإلكتروني لبيع الكتاب المدرسي، إجراء سيدخل حيز التنفيذ تزامناً مع الدخول المدرسي. كان تصميم تاع أرضية يعني بالتواصل وبالربط البيني مع الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، والتي هي بها كل المعطيات الخاصة بكل أبنائنا المتمدرسين والذين يبلغ عددهم قرابة 11 مليون بكل تفاصيلهم وعناوينهم ومعطياتهم البيداغوجية والشخصية والعائلية، وبالتالي هذا الربط سيسمح للأولياء المنخرطين باستعمال البطاقة النقدية للبريد واللي هي البطاقة الذهبية أو الحوالة الدفع لكي يتم دفع مستحقات الكتب المدرسية عن بعد. تخفيف وزن المحفظة ملف تضمن العديد من المستجدات بعد توفير نسخة ثانية من الكتاب والاحتفاظ به على مستوى المدارس، وتجهيز 1629 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية تتضمن نسخ لكافة الكتب في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة، أين تكون هذه المستويات التي تكون فيها المحفظة ثقيلة، سيتخلصون برسم هذا الدخول المدرسي من هذا الثقل. ديوان قام بهذا العمل وأتم الإجراءات، والنسخة الثانية هي الآن على مستوى المراكز الجهوية والولائية للديوان. هناك كذلك مجهود آخر بالنسبة لتخفيف وزن المحفظة، وهو اللوحة الرقمية التي من بين استعمالاتها هي تحمل لنسخ للكتب المبرمجة لهذه السنوات. وبالنسبة لهذه اللوحات كذلك التوزيع جاري ومتواصل، ونحن على مشارف الانتهاء من العملية. إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الممارسة التربوية يندرج ضمن مساعي الجزائر نحو رقمنة التعليم لدعم العملية البيداغوجية والرفع من مستوى التحصيل المعرفي للتلاميذ.